حقق سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة مؤسس منظمة خالد بن حمد الرياضية حقق حلم اللاعب محمد بوهزاع من لاعبي ذوي العزيمة بالمشاركة بمنافسات أسبوع بريف الدولي للقتال الذي تنطلق منافساته اليوم على صالة مدينة خليفة الرياضية تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية والذي ينظمه الاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة بالتعاون والشراكة مع الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة واتحاد القتال الشجاع. وقد وجه سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة اللجنة المنظمة باعتماد نزال ودي في اليوم الافتتاحي لمنافسات أسبوع بريف يجمع بين سموه واللاعب محمد بوهزاع في مبادرة جميلة وغير مسبوقة من سموه في إشراك ذوي العزيمة ضمن منافسات هذا الحدث العالمي. وكان سموه قد تفاعل مع التحدي الذي أطلقه اللاعب محمد بوهزاع في إحدى اللقاءات عبر وسائل الإعلام المحلية عبر حسابها الرسمي على برامج التواصل الاجتماعي والذي طلب فيه خوض نزال مع سموه. وقال سموه إن هذا النزال يعتبر باكورة مبادرة لسموه تحمل اسم الأبطال لدعم ذوي العزيمة في مختلف المجالات، بما يتوافق مع توجيهات صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى أيده الله في توفير كافة سبل الدعم لهذه الفئة لتكون قادرة على العطاء والمشاركة في تنمية وتطوير المجتمع. حاب أشوفك صبيات نسيخنا على غريت حاب ألعب بعد العلاق أحب أعرف نسيخنا على غريت بطقك واحد اثنين وسيدة تنزل ها روح 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 اسحبني وانطلق